أنا حاجة عندي بيتي وولادي و يعني وبعد كده أي حاجة. مبسوطة إن أنا أخيرا اشتغلت في حاجة أنا دارساها. أنا دايما بقول كل واحد يعمل هو بيحبه، لأن لو بيعمل حاجة هو مش بيحبها لا يمكن هينجح فيها. جميلة الإعلامية مطلقة مها الصغير، برحب بيكي معايا النهاردة وإحنا في العرض الخاص فيلم الحريفة. قولي لي إحساسك بقى، أنت إيه دلوقتي وأنت المستضافة مش أنت اللي بتضيفي؟ إحساس غريب شوية يعني، محرجة، حاسه الاسهل ان انا اللي اسال. ايه اكتر حلقه كنت متوتره وانت بتحضري ليها او بتعدي ليها ومستنيه ان انت تعمل كل حلقه؟ يعني اكتر قصدك انترفيو مع حد مثلا؟ كل حد يعني، كل حد ببقى عايزه اذاكر. انا دحاحه قوي يعني، حتى في المدرسه كنت دحاحه جدا، فكل ضيف ببقى عايزه ابقى عارفه معلومات كويسه عنه، مش عايزه اسال اسئله مش محلها. ممكن اللي كنت قلقانه قوي، لان كانت في الاول خالص اول ما ابتديت، كان اوين ويلسون لما كنت في المونة، مهرجان المونة، وقالوا لي ان انا هعمل انترفيو للممثل العالمي اوين ويلسون. عارفه لو انت لسه تاني انترفيو ليكي في الحياه خالص وبتعملي مع حد زي اون ويلسون، كانت قلقاني شويه. الحمد لله. اتكلم بقى عن فيلم الحريفه، قولي انت جايه لمين يعني النهارده بالذات، تقولي لمين مبروك؟ اقول لطارق جنايني الف مبروك. طارق جاري واخويا وصديقي، ورؤوف السيد حبيبي واخويا وصديقي، وكل النبوي، احمد غزي، وكل كل الشباب. انا مبسوطه ان انا جايه فيلم عن الكوره كمان. انت ما شاء الله اعلاميه ناجحه جدا، وبرده يعني وزوجه فنان يعني الوطن العربي كله بيحبه. قولي لي بتقدري ازاي تنميتي يعني تظبطي الدنيا ما بين ان انت تبقي اعلاميه ناجحه في شغلك وبرده ناجحه في بيتك؟ بصي، انا اهم حاجه عندي بيتي وولادي يعني وبعد كده اي حاجه. بس بيجي ساعات الوقت بيجي مرحله ممكن الولاد بيكبروا، فبتقدري لما تعملي التوازن ده بيبقى اسهل شويه. انا ولادي كبروا، انا خلفت ابني الكبير كان عندي 20 سنه، فهو دلوقتي هو عنده 22 سنه، جدا. فهم لما بيكبروا الموضوع بيبقى اسهل، بتعرفي تنظمي وقتك احسن. لكن طبعا هم صغيرين بقى بتبقي عارفه اللي هو بتلفي في كل حته وبتجري في كل حته. بالظبط. قولي لي الاولاد انت اصلا انت سرهم يعني ولا السقف؟ انا طبعا انا هي الام دايما بتكون اقرب يعني، عشان امي بتبقى اسهل. وانا مش من الامهات اللي بتخوف خالص يعني، انا صاحبتهم اكتر ما اكون ماما بقى المرعبه او ما. بس يعني معروف ان هو الولد بيبقى صاحب ابوه اكتر، ان هو بقى يعني هم ما شاء الله اتنين ولدين والاتنين برضو في سن متقارب مش بعيد، فبقول لك يعني عشان كده هم المفروض يبقوا اقرب مثلا صحاب. لا طبعا طبعا صحاب ابوهم كل حاجه، بس ممكن معرفش بطبيعه شغل باباهم يعني، يمكن عشان انا المتواجده اكتر. ف انا لا بصي انا بغير قوي على اولادي، فهقعد اقول لك انا اللي اقرب. لما يجي يتجوزها تعمل لا والله هبقى حما لذيذه. انت بقى من وجهه نظرك انت عايزه عروسه لاولادك يعني؟ لو قلنا على ياسين هو ما شاء الله دلوقتي كبير شويه، العروسه تبقى انت عايزه ايه بقى المواصفات؟ والله عايزه واحده تبقى تعرف ربنا وهو كمان يعني. لا والله لا انا لا يعني يا رب ربنا يوفقه لواحده، اهم حاجه طبعا تكون تعرف ربنا وتتقي ربنا فيه وهو كمان يعني. انا مش من النوع اللي هو ابني وكده، لا بالعكس، هما الاثنين يبتدوا مع بعض يعافروا مع بعض، يبنوا نفسهم بنفسهم. ياسين كان هيخوض تجربه في التمثيل ويعني هو في اوريدي يعني عمل تجربه قبل كده. انت من وجهه نظرك انت دايما بتقولي له ايه مثلا؟ ايه النصيحه اللي بتقوليها له؟ حابه ان هو يكمل في الكارير ده ولا حابه ان هو مثلا يشوف كارير تاني؟ انا
انا دايما بقول كل واحد يعمل اللي هو بيحبه، لان لو بيعمل حاجه هو مش بيحبها لا يمكن هينجح فيها. فان حظه يبقى كويس، ان هو عارف يدرس حاجه بيحبها ان شاء الله ينجح فيها. التمثيل اكيد او المجال عموما وسط الفني وسط مش سهل، ومفهوش، هو بيدرس تمثيل واخراج لسه ما خلصش. ما بحسش ان في كوسة التمثيل بالذات، يعني يا هتحبوه يا مش هتحبوه. فانا بقول يا رب لو هو بالظبط، لو هو سلك طريق ان هو يمثل والناس تقبلته وحبته، يا رب. اخراج بشجعه، يعني زي ما هو حابب بصراحه. ساعات لما حد يعني لما في الاول كان هيخوض تجربه التمثيل وحصل عليه هجوم غير مبرر، يعني مش مفهوم، وان هو داخل كوسه زي ما انت بتقولي دلوقتي، ان هو عشان بغاص بتتضايقي من ردود افعال دي، ولا انت بقيتيش شويه في ده بالظبط، او بيحبوا نفس الحاجه. وفي نفس الوقت موضوع الفن او السينما او اي نوع من انواع الفنون، هتلاقي الاولاد غصب عنهم بيميلوا للحاجه دي. معرفش، هي دايما الناس بتركز قوي مع الفن، يقول لك ده كوسه عشان باباه ممثل، او ده احنا معرفش تعودنا على الكلام ده. لا انا بشوف اني والله لو عنده قبول خلاص الناس هتتقبله، ما عندوش عمرك ما هتقدري تفرضي حد، بالذات في التمثيل. لكن مثلا اخراج، تصوير، او اي حاجه ورا الكاميرا، انا اتمناها له اكتر بصراحه. لا حابه يخوض، انا بالنسبه لي اللي هو حبه، بس يعني بحس ان التمثيل قاسيه شويه، يعني يا الناس حبته. انا في التمثيل والله عمري ما فكرت في الموضوع ده، ما فكرتش. لا انا مبسوطه في شغلي، في انا بحب قوي شغلي، مبسوطه ان انا اخيرا اشتغلت في حاجه انا درساها. والجديد ان شاء الله ان هيبقى في بروجرام بودكاست على السوشيال ميديا قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. لا يعني في المراحل الاخيره. ربنا يخليك. ميرسي ميرسي.